لولا فلان. بعد البحث لم أجد كلاما للعلماء المتقدمين والمتأخرين حولها، لا في شروحات الأحاديث ولا في بعض كتب العقيدة، اللهم إلا عند بعض المعاصرين، وسبق وأن ذكر منهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وقد توسع رحمه الله في هذا الباب. ومن هنا نخلص إلى أنه لا يجوز أن ينسب الشيء إلى السبب، كأن يقول إنسان لولا فلان لغرقت في البحر، ولو كان سببا حقيقيا. وذلك لأن النصوص الشرعية والآثار عن الصحابة رضي الله عنهم نهت عن ذلك. وأما قوله صلى الله عليه وآله وسلم عن أبي طالب ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، فهذا الحديث نقول فيه إذا جاء السبب الحقيقي القطعي من قبل الشرع أنه سبب قطعي فهنا يجوز، لأننا علمنا من قبل الشرع بالدليل القطعي أن هذا هو السبب. لكن لو قلت لولا الشيخ لما فهمت الدرس، هذا سبب حقيقي لكن ليس قطعيا، فإنك ربما لو فهمت ما فهم غيرك، فليس عندنا مع كون هذا السبب سببا حقيقيا ليس عندنا القطع والجزم من أنه هو المستقل. ولذلك قال السلف السبب يحتاج إلى أسباب أخرى، فبذر الحب في الأرض سبب لكن يحتاج إلى أسباب أخرى من الهواء والشمس والمراعاة والسقي ونحو ذلك. ولو انفتح الباب لما عرفنا، لأن من يقول بالجواز يقول إن كان يعتقد من أن الله هو الذي أتى بهذا الشيء وهذا سبب حقيقي فلا بأس، فينفتح الباب. فلا يرد علينا حديث لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. لما؟ لأنه صلى الله عليه وآله وسلم علم من قبل الله أنه سبب في شفاعته صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب، فهو سبب حقيقي قطعي. لو قال قائل قوله صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين بعد البحث في الآثار والأحاديث، لو قال قائل قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيحين لولا هديي لحللت، هذا سبب حقيقي قطعي من قبل الشرع أنه ما منعه من التحلل إلا بما أمر به صلى الله عليه وآله وسلم من قبل الله. لو قال قائل قول عمر لحفصة لولا أنا كما عند مسلم لطلقك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عمر علم أنه سبب حقيقي قطعي من قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه سبب، ولذلك نسب الأمر إليه. ما الدليل؟ أنه رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وآله وسلم جالس في مشربة له مستقل عن الناس، والناس يقولون طلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نساءه، فيقول استأذنت الخادم أن يأذن لي عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال استأذن لي يا رباح، قال فلم يرد علي، قال فرفعت صوتي فقلت استأذن لي فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يظن أني أتيت من أجل حفصة، والله ما جئت من أجلها، ولو أمرني أن أضرب عنقها لضربت عنقها، فأذن له. فقال يا رسول الله إن الناس يقولون إنك طلقت نساءك، أطلقتهن؟ قال لا. قال أخبر الناس؟ قال إن شئت. هنا علم رضي الله عنه بدلالة الحال والمقال أنه سبب. قول بعض الصحابة لولا آية من كتاب الله ما حدثته، نفس الحكم السابق لأن الآية سبب حقيقي قطعي من قبل الشرع. قول عمر إن صح لولا البيع والشراء لأصبحتم عالة على الناس، سبب حقيقي قطعي من قبل الشرع لأنه بالبيع والشراء يحصل الغنى والاستعفاف، لو استأثر كل إنسان بما لديه لهلك الناس، والنصوص تدل على ذلك. لو قال قائل قال أبو داود الطيالسي لولا هذه العصابة لما قام لكم الدين، يريد بذلك من يكتب الآثار والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سبب حقيقي قطعي. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وأيضا لا يستدل بكلام أبي داود الطيالسي لأنه ليس بمشرع. ك
كذلك من يستدل بما يقوله ابن القيم رحمه الله في مدحه للصحابة هو ليس بمشرع، وتنزلا لأنه ممن يحرص على الدليل الشرعي، قوله في مدحهم في تلك الأبيات: ولولا هم ما كان في الأرض مسلمون، ولولا هم كانت يعني الأرض ظلاما بأهلها، قوله هذا صحيح. لما؟ تنزلا لأنه سبب حقيقي قطعي من قبل الشرع، لأن الله عز وجل أثنى على هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم، والنصوص كثيرة في هذا، فليس هناك مجال في هذا ولا يجوز، وسينفتح الباب. ربما يستدل بقوله عز وجل: جزاء بما كانوا يعملون، أضيف العمل بكونه سببا في دخول الجنة، والجواب عن هذا أنه سبب شرعي حقيقي، وأيضا هذا العمل لا يستقل بنفسه، ولذلك في الصحيحين: إنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، يعني من باب المعاوضة. فهذا مما تم البحث عنه، ولا وجدت حقيقة كلاما شافيا، يعني من يجيز ليس له أصل في هذا، ما يستدل به على حسب التفريق الذي ذكرته. ولم أعثر على أحد قال بقولي هذا، لكن هذا بعد التمعن والتأمل نقول ما ورد من نصوص وأثار هي أسباب حقيقية ليس مشكوكا فيها ولا بنسبة 1%، وإنما أسباب حقيقية قطعية. لما قطعية؟ لأن الشرع دل عليها. ولذلك قول ابن عباس هنا رضي الله عنه في تعريف الشرك قال: مثل ماذا؟ لولا الكلب في الدار لأتانا اللصوص، لولا البط لأتانا اللصوص. هذا عده رضي الله عنه من قبيل الشرك، فليحذر المسلم. إنما نحن لو قلنا شيئا نقول لولا الله ثم فلان، لأنه ليس عندنا جزم من أن فلانا هو السبب 100%. بعض المعلومات ألقيها عليكم يفهمها بعضكم وبعضكم لا يفهمها، إذا ليس كلامي وشرحي سببا قطعيا 100%. وأما قوله عز وجل: وجرينا بهم بريح طيبة، فالذي وصفها من؟ وصفها الله عز وجل بأنها ريح طيبة، فيكون الوصف هنا وصف حقيقي قطعي، مع هذا يسد هذا الباب. لكن من قال به من العلماء ونطقوا به على ألسنتهم فيوجه كلامهم بهذا التوجيه، ولكن من حيث الأصل في كل ما تقول لا تقل لولا فلان ولا تقل لولا كذا، وإنما يجب أن تقول لولا الله ثم فلان، لولا الله ثم هذا الشيء. قول لولا البخاري ما جاء مسلم أو ما شابه ذلك من هذه الألفاظ ليست صحيحة، وكل يؤخذ من قوله يرد، ليس قطعية من أن البخاري لو لم يكن ما كان مسلم ولا جاء مسلم، ما هو صحيح، ليس قطعية، ليس كالنصوص السابقة التي مرت معنا، فهي قطعية. لما قلنا قطعية؟ لأن الدين هو الذي أخبر بها، فلما أخبر الشرع بها هنا علمنا بأنها أسباب حقيقية قطعية 100%. ثم لو أتت مثل هذه الآثار أو هذه الأقوال عن هؤلاء العلماء، هم مجتهدون، ربما بنوا كلامهم على بعض هذه النصوص، لكن ليست نصوصا كثيرة، وإنما هي قليلة وموجهة، والأصل المنع. الله أعلم.